تستضيف في هذه اللحظة القارئ المشارك من اندونيسيا صبر الدين عبد الرحمن رحيم، والذي سيتلو بإذن الله تبارك وتعالى ما تيسر له من آية الذكر المبارك المجيد من الصفحة 33 بعد 100 من سورة الأنعام، بدءا من الآية 45 وانتهاءا بانتهاء الآية 48، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين والحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. انظر كيف نصرف الآيات ثم هم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله
وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله وسلم وزد وبارك على رسول الله.